لكن لانه يعني صاحبه فكاهه لطيفه، فيعني بعد ما اجمعنا ضحكنا الطفل والطفله اولاد الشهداء. الرئيس طبعا بيسلم عليهم واخدهم وقعد معاهم. وبعدين كانت الاول البنوته بنت احد الشهداء، ربنا يا رب يرحمهم جميعا ويسكنهم فسيح جناته يا رب باذن الله، شهداء ان شاء الله في جنه الخلد. والرئيس قاعد وبنت الشهيد قاعده على يعني جنبه كده وقاعده، والرئيس قاعد بيتكلم معاها. وسياده العقيد ياسر طبعا خلاص يعني استاذن في استراحه، والرئيس قال له كلمه الحقيقه، بيقول له يعني سياده العقيد ياسر يعني ما يعني قول اي حاجه، يعني البنت عايز افرح بيها وهي عايزه تفرح بينا، وقاعده جنب رئيس الجمهوريه وقاعده قصاد الكاميرات كلها والناس بتتفرج عليها. تعالوا نشوف مع بعض اللقطه دي، شوف اللقطه الانسانيه الجميله دي وفكره انه مصر ما بتنساش ولادها وما بتنساش شهدائها وما بتنساش اولاد واهالي شهدائها اللي بيضحوا بارواحهم في سبيل هذا الوطن. استاذن سيادتك يا فندم في راحه لمده 30 دقيقه. يا اخي قول اي حاجه عشان بنتي دي تقعد معايا. يا ياسر خليك كويس. قول اي حاجه يا اخي. تحيا مصر بيكم انتم. ما هو اهلا اهلا. اسمك ايه؟ عمر. عمر؟ اه. اسم جميل. أنا سعيد يا عمر إنك أنت موجود معانا. وأنت مبسوط؟ وأنت يا جميلة مبسوطة؟ وأنا كمان مبسوط جدا والدنيا كلها مبسوطة بيكم النهاردة. إن أنتم موجودين والناس كلها بتشوفكم. أنتم ولاد الأبطال. ولاد الأبطال. وليكم في رقبتنا كل الخير والأمان والسلام. ليكم في رقبتنا كل الأمان والخير والسلام. عايز تطلع يا عمر؟ بطل. عايز تطلع ايه؟ بطل. بطل، عايز تطلع بطل على طول، ما شاء الله. وانت يا جميلة. دكتورة ظابط. دكتورة ظابط، يعني برضو بطلة. بطلة. أنا مبسوط إن أنتم موجودين معانا. إن شاء الله في العيد الجاي كل الأبطال الصغيرين اللي زيكم وأسرهم هنصلي العيد مع بعض لو كان لينا عيش، يبقى ونحتفل ونتبسط كلنا مع بعض. أنا بقول الكلام ده دلوقتي عشان كلنا هنبقى موجودين في اليوم ده بفضلك يا رب.
نحتفل ونصلي مع أولادنا وأولاد أبطالنا وأسرهم إن شاء الله. مبسوط يا عمر؟ صحيح. فين الطاقية بتاعتك؟ لا لازم تبقى لابس الطاقية، ما انت عارف مش كده؟ مش كده برضه؟ مين اللي خد الطاقية منك؟ هات يا عمو الطاقية. البس طاقيتك يا بطل. وانت فين طاقيتك يا جميلة؟ مع عمو. هات يا عمو الطاقية بتاعتك. ممكن نروح مع بعض، نمشي مع بعض ممكن؟ طب يلا مع بعض، يلا.